وللحديث اكثر عن فتح سوق الاسهم السعوديه انضم معنا عبر الهاتف محلل الاسواق الماليه الاستاذ عبد الله الجبلي. حياك الله استاذ عبد الله وصباح الخير. يعني السوق السعودي الاسبوع الماضي حقق لربما اعلى المستويات، كانت عند 8000 وما يقارب 780 نقطه، كانت اعلى مستوى تقريبا منذ اغسطس من العام 2015. بالحديث بالنسبه عن هذا الارتفاع الايجابي في ظل التراجع اللي نشهده على احجام وقيم التداول، كيف تفسر لنا هذه الحركه اللي نشهدها على السوق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أصبح عليك بالخير وعلى السادة المشاهدين. مثل ما تفضلت، الأداء السعري إيجابي ولكن تنقصه ارتفاع في السيولة. المؤشر العام خلال الربع الأول حقق تقريبا 12.75% ارتفاعات سعرية، حقق مستويات جيدة، اقترب من أهم المقاومات في الفترة الحالية عند 9000 نقطة. لكن إذا عدنا إلى السيولة وحسبنا معدل السيولة خلال الربع الأول لوجدناها 2.7 مليار ريال، وهذا مستوى ضعيف جدا لا يواكب يعني حركة سعرية للسوق. أنا أعتقد أن إذا كان أداء السيولة بهذا الشكل أو استمر بهذا الشكل فلا أعتقد أن المؤشر سيكون لديه الزخم الكافي لاختراق مناطق 9000 نقطة. نعم، أيضا كذلك بالنسبة عن نتائج الشركات، إذا ما أخذنا في الاعتبار اليوم هو اليوم الأخير بالنسبة لعن الشركات عن نتائجها والإفصاح بالنسبة عن النتائج، كقراءة عامة كيف تقرأ أنا بالنسبة للإفصاحات اللي تمت خلال الفترة الماضية؟ أبرز القطاعات اللي تقرأ أنها حققت نمو إيجابي؟ والله إذا أخذنا الإعلانات بشكل مجمل لوجدنا أن أداء العام 2018 أعلى من العام 2016 بأكثر من 11%، والنظرة في الوهلة الأولى هي نظرة إيجابية. لكن إذا أخرجنا شركات البتروكيماويات والمصارف وشركة الاتصالات وشركة الكهرباء من هذه المعادلة لوجدنا أن الأرباح المجمعة للشركات هي بالسالب. لذلك يعني الأداء ليس يعني في مجمله إيجابي، هناك قطاعات وشركات منتقاة هي التي فعلا أداءها إيجابي، أما الباقي فيبدو أن في هناك معاناة كبيرة كانت خلال 2018 وهذا ما أوضحته النتائج السنوية. نعم، دعني أنتقل معك اليوم على قطاع التأمين بعد إعلان يوم أيضا 4 شركات عن نتائجها المالية. يعني غالبا الشركات كان لديها تراجع، بعض الشركات لديها خسائر وصلت إلى أكثر من 20% من رأس المال. اليوم مع الربع الأول للعام 2019 كقراءة كيف تقرأ أنه ممكن أن ننتقل بالنسبة بهذا القطاع خلال الفترة القادمة؟ يعني إلى أين قطاع التأمين؟ والله أنا أعتقد قطاع التأمين لابد أن يكون في هناك نظرة جادة من الدولة ومن ملاك الشركات إلى هذه النوعية من الشركات، لأن إذا بقيت على هذا الحال سوف تستمر مسلسل الخسائر، سوف يستمر مسلسل النزيف. وكما نعرف أن في هناك أخبار عن دخول شركات تأمين أجنبية إلى المملكة العربية السعودية، وبالتالي قطاع التأمين السعودي بهذا الحال لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن ينافس. لذلك أنا أعتقد أن سوف نشهد يعني إن شاء الله فترة من الاندماجات والاستحواذات، سوف يتم تقليص شركات التأمين المدرجة في السوق أنا أعتقد إلى ثلث، حتى تستطيع الشركات أن تنافس مثيلاتها الأجنبية إذا ما دخلت إلى سوق القطاع الخاص. عبد الله الجبلي محلل الأسواق المالية، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.